الرحمن الرحيم. السيد محافظ أيام سنين الأيام في التراث، السيد مدير المركز الجزائري للسينما، السادة ضيوف الجزائر من مختلف الدول الشقيقة والصديقة، السادة أعضاء لجنة التحكيم، المثقفون والفنانون، الأسرة الإعلامية، جمهور الثقافة والفن، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تكتسب التظاهرات الثقافية أهمية كبيرة في الاستراتيجية الجديدة لوزارة الثقافة والفنون، لا سيما المنظمة من طرف الجمعيات والمنظمات الثقافية باعتبار هؤلاء شركاء فاعلين لمنح فرصة للمبادرين في بناء المشهد الثقافي، وهو الأمر الذي صار من الواجب المضي فيه قدما، ظهرت بوادر ذلك مؤخرا في عدة تظاهرات ثقافية، خاصة في ظل تبني وزارة الثقافة والفنون لمقاربة تشاركية تسعى إلى إشراك جميع الفاعلين واستغلال كل الموارد الثقافية التي تسهم بها الجزائر وتثمينها، خاصة في مجال الترويج للتراث الثقافي المادي واللامادي بالأعمال السينمائية، بهدف صناعة السياحة الثقافية والتراثية والمساهمة في التنمية المحلية والوطنية المستدامة. أيها الحضور الكريم، إن التظاهرة الثقافية الأيام السينمائية للفيلم التراث في طبعتها الثانية الدولية، والتي تقام في بلدنا العزيز الذي يعج بالتاريخ والتراث والثقافة، في سعي حثيث منا لمرافقة أصحاب المشاريع الثقافية الهادفة لتنظيم التظاهرات والفعاليات الثقافية التي تحتفي بالتراث الثقافي، وتقديم الخدمات الثقافية وإسهاماتهم في ترقية الإبداع والتراث، كما تندرج ضمن أولويات وزارة الثقافة والفنون في تثمين وتأصيل التراث الثقافي المادي والغير المادي، وحمايته من كل اعتداء وتشويه من خلال العروض السينمائية والورشات والأنشطة الفنية المنظمة في إطار هذه التظاهرة. أيها الحضور الكريم، إن هذا الحدث الثقافي لقاء للاحتفاء بهويتنا الثقافية، فبلادنا تسهر بتراث يرجع في عمقه التاريخي إلى 2.4 مليون سنة، مما يجعلها تحتضن ثاني أقدم محطة أثرية في العالم، تشهد على التواجد البشري فوق سطح الأرض، وتضم 7 مواقع مصنفة باعتبارها تراث عالمي، وأكثر من 1050 موقعا ومعلما مصنفا كتراث وطني، وما لا يقل عن 15 ألف موقعا أثريا وتراثا لا ماديا ثريا ومتنوعا، منه 8 تعابير ومهارات ثقافية مصنفة كتراث عالمي، و25 قطاعا تاريخيا محفوظا، و5 حضائر ثقافية تغطي مساحة 43.77% من المساحة الإجمالية للتراب الوطني، و50 متحفا. أيها الحضور الكريم، إن الحدث الثقافي الذي سيمتزج فيه الفن السابع بالتراث الثقافي والآثار والتقاليد الشعبية، وبمشاركة الفنانين من داخل الوطن وخارجه، وبدعم من وزارة الثقافة والفنون، يعد فرصة لتعزيز الترويج والتسويق لتراثنا الثقافي المتنوع في جميع أنحاء العالم. وسترافق وزارة الثقافة والفنون النشاطات والمبادرات التي تحتفي بالتراث وبالموروث الثقافي الجزائري، خاصة تلك التي تؤسس الاستمرارية ونجاعه الفعاليات. أيها الكرام، أعلن رسميا باسم السيدة وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة سورية مولوجي عن الافتتاح الرسمي للطبعة الثانية الدولية الأيام السينمائية لفيلم التراث، كما نتمنى لضيوف الجزائر إقامة طيبة ملؤها الفن، وأنتم سفراء دولكم
سفراؤنا أيضا في تبليغ مكونات الجزائر الغنية، وستبقى كل أيامنا من أجل الثقافة والفن. شكرا لكم، ودمتم في خدمة الثقافة الجزائرية.